السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تحاليل وحقائق هامة من ليلة تفوق الهلال على الأهلي في الدور روشان السعودي بعد قلب الطاولة عليه. حنا قبل نبداو ماذا بكم شغلوا الجرس، اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا. المهم اليوم وين حقائق، يعني وين حقق الهلال فوز هام على مضيفه الاهلي بنتيجه هدفين لهدف في مواجهه كلاسيكو التي اقيمت على الملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه بجده جوهره المشيئة امسيه الاثنين 6 ماي المؤجله من جوله 28، يعني الواصله جولة المؤجلة من 28 منافسة دور روشان السعودي لموسم 2023-2024. وافتتح الأهلي باب التسجيل عند الدقيقة 30 بعد يعني تصويبة قوية من الفرنسي سان ألان، تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو، ثم عادت إلى المهاجم السعودي فارس بريكان والذي وضعها بسهولة في شباك الهلال. وشهد الشوط الثاني محاولات الهلال العديدة من أجل العودة في النتيجة، واستطاع لاعبون الأزرق العاصمي إدراك التعادل عند الدقيقة 52 من كرة رأسية عبر السربي إسكندر مستغل عرضية متقنة من البرازيلي مالوكوم المسجل الهدف الثاني. وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل الإيجابي ونظر مالوكوم سحره الكروي عند الدقيقة 89، يعني دقيقة قبل نهاية المباراة، استطاع بمجهود فردي إحراز الهدف الانتصار في مرمى الحارس السنغالي إدواردو ماندي ليمنح الفريق الهلال 3 نقاط ثمينة، يعني خطوة كبيرة من أجل يعني يقولوا باللي وين الهلال وين الهلال وين باقي له نقطة واحدة، يعني لا النصر انهزم أمام غادي يلعب أمام الأخدود، وقيل أمام الأخدود إلى اليوم الخميس، إلى انهزم ولا يدير تعادل يعني بصحتهم الهلال، والهلال كيما خاصته نقطة برك هذا مكان. وبهذه النتيجة وين رفع الهلال رصيده إلى 86 نقطة، معزز الصدارة لجدول ترتيب بطولة دور روشان السعودي بفرق 12 نقطة عن النادي النص صاحب الوصفة، وأصبح الزعيم يحتاج لنقطة واحدة خلال جولات الأربعة المتبقية من أجل حصد اللقب المسابقة. وعلى الجانب الآخر وين تجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة وبقي في المرتبة الثالثة، يعني وين شاهدنا وين نتكلموا على إحصائيات بعد المواجهة الكلاسيكو ممتعة، يعني والتي يعني الممتعة والتي ابتسمت لكاتبة الهلال. الأهداف لا تتوقف خارج الأرض، يعني ميتروفيتش استطاع المهاجم الهلال ميتروفيتش هز الشباك في 10 مباريات متتالية خارج أرضه بدوري المحترفين السعودي هذا الموسم، وهي أطول سلسلة في تاريخ المسابقة، واستطاع اللاعب تسجيل هدف على الأقل في 12 من 13 مباراة خارج أرضه هذا الموسم، واستثناء الوحيد كان أمام ضمة في سبتمبر يعني 2023 العام الماضي. 343 دقيقة من أجل هز شباك الهلال، ويحتاج المهاجم الأهلي فارس بريكان إلى 343 دقيقة وست تسديدات خلال 7 مباريات لتسجيل الهدف الأول أمام الهلال في الدور المحترفين السعودي، وعلما بأن الأزرق العاصمة هو الخصم 20 الذي يسجل ضده اللعاب في المسابقة. ويعتبر الهلال أكثر فرق دور روشان السعودي هذا الموسم تسجيل الأهداف منذ يعني الدقيقة 85 حتى نهاية المباراة، إذ سجل الفريق المدرب البرتغالي 19 هدف في الأمتار الأخيرة من عمر المباراة.
وين هيمنه الازرق امام قطب جده، وللمره الثانيه في تاريخه يحقق الهلال الفوز ذهاب واياب ضد كل من القطب مدينه جده الاتحاد والاهلي في الموسم واحد بالدوري المحترفين السعودي بعد موسم 2018-2019. وكذلك استطاع النادي العاصمي الاول مره تحقيق انتصار في اربع زيارات متتاليه ضد قطبين جده في المسابقه الدوري السعودي للمحترفين روشان. كيفاش يعني ناس سبحان الله، وين كانت كما يقول لك مباراه كانت قمه، مباراه يعني في المستوى خويا، رغم ان وين شاهدنا بقات نقطه، يعني وين بقات نقطه نقطة بقات لهم نقطة برك، نقطة ويدو التيتر، هذا مكان. وسيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الحزم ضمن مباريات الجولة 31 من الدور روشان السعودي، وين يدخل الهلال مباراة متسبب يعني بتحقيق الفوز يعني بهدفين لهدف على الأهلي في المباراة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات يعني لحسم اللقب الدوري في يعني وين نقولوا نتكلموا قادم في الدور روشان السعودي ضد الحزم والقنوات الناقلة. نهار السبت يلعبوا الأونز، السبت يلعبوا، بصح والله لا خلاوهم دوزياميت أخويا، لبدا قصريا لي ماتش تاعهم لي فازوا بيهم من 85 دقيقة لغاديك، عندهم نافس. لا لا ماشي فالابا، قلت لي مركاوه تاع البن تاع الاهلي ماشي ماشي فالاب، وما فالاب كاع. وفتح الالماني ماتيس مدير الفني لنادي الاهلي النار على نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد سقوط، قال لك بلي ضعفاء، والله شعلة بيناتهم، شعلت بيناتهم يا خويا. والله شعلت بيناتهم، يا هو دوك كيفاه يعني وين الناس ولا هذه هي خويا، شوف ماهي سهلة كيما هكا، ماشي سهلة خويا والله ما سهلة، أو لعبو أمام مازال ما خسرش كاع على بالك، معرفش معرفش على بحمل المباراة ودير دو ماتش نيل ماشي خاسر كاع خويا، ماشي خاسر ما خسرش كاع خويا، والله ما خسر، خسرش ما يخسرش ما يخسرش، قراش يخسر خويا. ايوا مباراة قاعد تقمو قاعد تقمو في السعودية، صورتو مباراة توالاو كاين ستة مهدين بالسقوط، ستة تصيب الترتيب تاعهم والنقاط، ستة مهدين بالسقوط عبالك، والله لا ستة مهدين بالسقوط.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.